Good morning. How are you doing, guys? How are you doing? Yes. Good. Hi, Isaac. Hello. Hello. Isaac and Julia, right? Hello, guys. How are you doing? Isaac, can you hear me? Yes. Can you hear me? Yeah. Okay. Miss? Can you mute your mic? Okay. Right, Henry, this is Julia, right? Asil and Julia? What I said? Okay, can you hear me, guys? Okay. Last sign. مرة اللي فاتت خدنا ايه؟ فاكرين ال responsibilities اللي احنا اخدناها؟ And who can do that؟ مين اللي يقدر يعملها؟ المرة اللي فاتت كان شادي and his family كان ال responsibilities بتاعتهم responsibilities بتاعتهم كانت ايه؟ fixing broken things on his father, cooking food, his mother, cleaning the house. That mom too, but his mother, like in preparing dinner, all family. See? Is the truth? Are you with me? I have an interest in Shmaya. Please give me your attention. Okay. Tame. Excellent. Okay. وهنا وهنا كنا بنعمل activity صغير والزوم قفل. All my responsibility to my family. Veggie cam. Veggie cam, bravo. Oh, our lesson aslan. Okay, first lesson. Okay. هي بيجي 11 عندي في البي دي اف مش عارفة عندك كام بقى بس هقول لك انا كده بعد اي تشادي هقول Okay, 13, 14, 15. Page 14, D 14, okay. 15, page 14. 15. 1, 5, 15. Yeah, 1, 5. 15. Oh, the fact that 13, you know. الصورة اللي فيها الواشنج ماشين دي غسالة وال زيها زيها دي ممكن تكون عندك في كتاب ديفرنت ديفرنت اديشن ولا حاجة الكتاب يكون مختلف Did you find it or not؟ الصورة اللي فيها ال الواشنج ماشين لا يا مس مش لاقية منها 17 يعني خلاص خلاص بس عندي 17 خلاص اوكي 17 عندك يبقى انت الكتاب بتاعك دايما بتقدم 17 هي اللي 17 هي خلاص انا كده هحط دايما احط لك 4 بيجز على ال او 2 بيجز 2 بيجز لقيتوها خلاص؟ يلا خلاص يلا طب ماشي اوكي ممكن نتكلم؟ اوكي طيب هو هنا كان بيقول لي ايه؟ حاجه يو كان دو ات Okay. If you can't do it, you have to take right. Okay. يعني تعمل علامة صح كده. تمام؟ فأنا إحنا قلنا المرة اللي فاتت إيه؟ كنت أقول لكم بتقدروا إن أنتوا تعملوا wash the clothes. حد قال لي آه مس أنا ممكن أقدر أعمل فقلنا إيه؟ حتى الكلام لسه مكتوب إيه؟ I can wash clothes. أنا أقدر أغسل الغسيل. في بقى حد فيكم برضه بس مش فاكره مين فيكم بالظبط
اللي قال لي I can wash plates. أنا بساعد ماما في غسيل المواعين. I can wash plates. Did you write it? كتبتوه من المرة اللي فاتت؟ Did you write it? ها ولا استنى تكتبوهم؟ Did you finish this part? أسيل جوليا did you finish this part؟ خلصت الكتابة دي؟ طب هو محدش بيرد عليا ليه؟ Yes miss. Miss. اوكي عمر اللي معايا؟ عمر؟ طب انا بقول مين معايا جوليا؟ انا. اوكي طيب اوكي ماشي تمام يبقى I can wash clothes and I can wash plates. تمام طب بصي يا عمر عشان انت بقى اللي ما كنتش معايا المره اللي فاتت انا فكرت مامتك هند. اوكي انا هنا بتكلم عن ايه؟ عشان ما كانش واخد باله اللي مش معانا المره اللي فاتت انا هنا بتكلم عن حاجات I can do it وحاجات I can't do it. انا حاجات هقدر اعملها وحاجات ما اقدرش اعملها. طب ايه الحاجات اللي اقدر اعملها؟ عادي ممكن اساعد ماما في الغسيل مفيش مشكله. ف I can wash clothes تمام او I can wash plates اقدر اغسل الغسيل واغسل كمان الاطباق. طب you can tidy your room تقدر ترتب الاوضه بتاعتك؟ Yes. اي حد فينا يقدر يرتب الاوضه بتاعته in his way بطريقته. يبقى I can tidy my room. I can tidy my ايه؟ my room. I can tidy my ايه؟ my room. طيب I can go to the market by myself. اقدر اروح السوق بنفسي. I can go to the market by myself. I can. Yes. Really? Yes. وتطلبي العربية الماركت لوحدي؟ ماما ولا لازم مامي يكون معاكي حد كبير عشان ده مكان ماما. يس 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 يو كان جو باي يور سيلف لوحدك تخرجي كده لوحدك في السن ده تروحي لوحدك السوبر ماركت none of your parents. هيا عمر نو نو يو كانت ما ينفعش خالص الموضوع مش سهل خالص. So you cannot, right? You cannot go. So Eva, I can't. You know, I can't go to the supermarket by myself. I can't. يعني مش هقدر. You can't تتكتب كده. Go to the supermarket by myself. Okay. I can't buy things by myself. I can't go to supermarket by myself. أو الماركت مش السوبر ماركت ولا السوق ولا الماركت أقدر أروحه. دي أماكن لازم حد كبير يكون معايا فيها. أوكي عشان أماكن خطر شوية على الصغيرين. يبقى I cannot go to the market. Sorry يا جماعة I cannot go to the إيه؟ Go to the market. أوكي I cannot go to the market. طيب ممكن نكتبها هنا تبقى اسهل اهي. I cannot go to the market. I it have to be capital letters because okay, it has to be capital, it's me, okay, not a small letter. I cannot go to supermarket. Okay, okay, this is much better. I cannot go to the supermarket by myself. Alone. I cannot. كتبتوها خلاص؟
Yes. Let's continue. Okay. ايه ده بقى اللي هو عامله؟ اوكي ماي كلاس ميت ريسبونسبيلتيز. صحابي بقى في الكلاس، طالما قال كلمه كلاس هنا يبقى بيتكلم على الكلاس بتاعك في السكول. ماي كلاس ميت ريسبونسبيلتيز، مسؤوليات صحابي. يعني صحابي كمان بيعملوا ايه؟ تعال شوف صحابي دول عددهم كام. مش عرفتي منين؟ ما هو كاتب لي هنا number of students، عدد صحابي في الكلاس كام؟ 10. تعال نشوف كل واحد فيهم بيعمل كام، واحد بيعمل ايه. تمام؟ how many students مثلا prepare dinner، كام واحد شاطر في الكلاس ميت بتاعي بيساعد his family preparing dinner. مين يقدر يقول؟ بشوفها ازاي؟ ده اسمه جراف. اشوفه ازاي؟ بصي يا مس، انا بنزل كده اوكي، ودي ريسبونسابيلتي. المفروض في ناس بتعمل بريبيرنج دينر، هاو ماني، كم واحد بيعمل ده في الكلاس بتاعي، وكم واحد بيعمل واش الديشز، وكم واحد بيغسل الاطباق، وكم واحد كلين ماي شوز اللي هي هي الشوز، يعني بينظف الشوز بتاعته. شاطر خالص اللي بينظف الشوز بتاعته ده. وكم واحد تايدي هيز روم، وكم واحد بيرتب اوضته حجرته. تمام. مش عارف منين، بسيطه خالص. اقول لك البريبيرنج دينر كم واحد، مين هيعد معايا؟ عمر، اسيل، هاو ماني ميس؟ بصي 1 2، طالما لسه ملونه انا لسه ماشي. 3 4 5 6، يبقى هاو ماني ستودنت، كم طالب، كم طالب بيساعد عيلته ان هو يتحضروا العشاء؟ كم واحد في الكلاس بتاعي شاطر بيساعد عيلته ان هم prepare dinner؟ كم واحد؟ 6 6 6. ايوه انا عايزه حد كده يرد عليا، لما اقول افتح المايك رد عليا تفتح 6. طب مش عرفت منين؟ بصي ميس دي 1 اهي، ودي 2، بصي بصي دي 2 وراها كده 3 4، عشان هي 3 بلس 3. اوكي 3 بلس 3، يبقى بريبيرنج الدينر كام؟ اوكي 6 يا ميس، خلي بالك عشان احنا لسه هنحل عليها. طيب كام واحد يا عمر بوش الديشز؟ عمر يلا دوم. يس Excellent. انت قريتها على طول. اوكي 1 2 3، انا واحده واحده عشان انا ايه بتلخبط. 4 5، excellent. يبقى الوش الديشز 5 ستودنت، 5 من الطلاب زمايلي بيغسلوا الاطباق مع عائلتهم. اوكي اسيل يور تيرن. هاو ماني student clean his shoes. How many? 2 2. Excellent. 1 2 2. هنكتب هنا 2 عشان هنستخدم النمبرز دلوقتي. We will use the numbers. كم واحد شاطر بقى تاجي his room؟ يا ده البوك عالي قوي. How many? Who can reply? Answer me. How many؟ لازم اقول مين. طب يلا يا عمر. انا How many؟ 10 9 9، عشان في واحد بص في واحد مش شاطر، او بص في واحد ايه مكبر دماغه مش بيعمل حاجه اهو. نمبر 10 ده مش بيعمل حاجه. 9 اكسلنت. طب خلينا نكتبها هنا تحت 9 كده. بقفل الكتاب كمان وحليت كله. اوكي جريت، انا عارفه بس. يلا بينا كومبليت. ذا بيجست نمبر ستودنت از ذات 4. مين اكتر ناس بتعمل اكتر حاجه؟ ذا بيجست نمبر هنا عايز اكبر عدد اللي بيعملوا ريسبونسبيلتي. مين ذا جريتست نمبر هنا؟ مين ذا بيجست نمبر؟ بالدور. يلا اسيل
مين اكبر عدد طلاب بيعمل اي حاجه هنا؟ بيعمل ايه؟ كانت تاجي تقريبا الروم. مين اكبر؟ ماي روم. كانوا كام؟ هو عايز الرقم. ري 9. اكسلنت 9. جريت. طب مين ذا ليست نمبر؟ عشان بيجست يعني كبير، ليست يعني صغير، اللي هو سمول نمبر. استني ارفع لك البتاع كده عشان اساعدك. ها طب يلا، واحده ليكي واحده لعمر. عمر يور تيرن. هو ذا ليست نمبر ستودنت؟ ليست يعني الايه؟ القليل خالص، العدد الصغير. 2. اكسلنت 2. اوكي مش عارفه ده جاي منين هنا. اوكي طيب، مين ذا نمبر اوف ستودنت؟ يلا اسيب. ذا نمبر اوف ستودنت ذات هيلب ان واشينج ديشز، اللي كانوا بيساعدوا في واشينج ديشز. 5. يس اكسلنت اوسم. يا جريت 5. You are very clever. You and Omar. Omar, your turn. The number yes. of students that have been preparing dinner. I will. The number? Preparing dinner. How many? The number in here. Five. Five? Just to give a yes. Can I bust it twice? Prepare dinner يا عمر. Not wash dish. هو الأكثر؟ Okay. This is one is prepare dinner. How many? Six. Excellent. Six. Okay. Repeat after me. Biggest number. Biggest number. Biggest number. Biggest number يعني الرقم الايه؟ الكبير. Biggest number. Biggest number. Biggest number yes. عكسها ايه؟ least number. عكسها؟ لما اقول لك انت big يعني انت تخين جدا، لما اقول لك ان انت very small تبقى انت صغير. Biggest number يعني ايه؟ يعني صغير. لا biggest يعني صغير. وقعتك انا. Biggest number يعني الصغير. طب اوكي choose biggest number من هنا. choose كده، choose كده ال biggest number ده. اوكي 10 or 5 or 4. which one is biggest number here؟ choose تحت كده. least number 5 10 5 or 4. Five. بجد؟ يعني الفايف أكبر من التن؟ No. طب أنا عايز البيجست نمبر. تن يا لب. أكبرهم خالص. تن يا لب. إيه؟ التن. التن؟ أوكي، who is the biggest number؟ ها؟ تن. التن. Sorry. 10 صح؟ right؟ ال biggest number ايه؟ 10 10 yes. أسيل the least number. least number ناقصها اس. ها؟ يس انا ضايع كده كده. يلا أسيل least number ايه؟ number كام؟ Four. Excellent. عرفت الفرق ما بين البيجست والليست؟ الرقم الكبير. مين الليست؟ الرقم الصغير. اوكي؟ مين الليست؟ هلخبطكوا تاني. هلخبطكوا تاني. Okay, repeat after me. Guys, prepare dinner. Prepare dinner.
prepare dinner. Guys, ايه ده هو انا بكلم نفسي؟ ايه ده هو انا قاعده في الروم بتاعت الزوم لوحدي؟ طب كويس بقى، يعني انا مش قاعده مع عمر واسيل؟ طيب يعني ما حدش هيرد عليا خالص. prepare dinner. انا عمر. يعني ايه prepare dinner؟ يعني ايه prepare dinner؟ انا هنا عمر، عمر هنا. ايه prepare dinner؟ ايه العربي؟ يعني ايه prepare عربي؟ يعني ايه prepare dinner؟ انا رايح دلوقتي اعمل preparing my dinner، يعني ايه؟ dinner؟ اه يعني ايه؟ طيب عارف يعني ايه prepare dinner ولا مش عارف؟ بس انا كده نشوف اسئلة عارفة ولا لا؟ أسيل يعني إيه prepare dinner دي اللي أنا كاتباها دي؟ دينار يعني فلوس. دينار يعني فلوس، هو مش دينار، هو أنت في أي بلد؟ لا prepare dinner يعني أحضر العشاء. أنا رايح أحضر العشاء؟ آه العشاء. اللي أنت بتاكليه بالليل. في breakfast، في lunch، في dinner. فانا رايحه احضر العشاء. اوكي العشاء. اه العشاء اللي انت بتاكليه. والله نحضر العشاء. اوكي ايه ما بتتعشيش خالص؟ طيب خلينا نسال تاني، يعني ايه wash dishes اللي هي نمبر 2 دي؟ يعني ايه wash dishes؟ wash dishes. wash dishes dishes يعني بيغسل الأطباق. بالذات dishes. wash dishes. ها wash dishes يعني wash dishes يعني بيغسل الأطباق. اه برافو. يبقى كان في ناس بتعمل prepare dinner اوكي، وكان في ناس بتعمل ايه؟ wash ايه؟ احنا بنعمل dinner. اه wash dishes. اوكي يعني ايه clean my shoes؟ clean my shoes. اه clean my shoes يعني ايه؟ شوز يعني ايه؟ احنا بناكل كرسي ولا بناكل سلطه ولا بناكل ايه؟ هما مين ده اللي بياكل؟ ما ياكل اللي ياكله، المهم ان هو بياكل الدينر بتاعه. ها clean my shoes يعني ايه clean my shoes؟ شوز يعني ايه clean my shoes؟ شوز شوز. اه شوز شوز شوزي. لا شوزي يعني ايه؟ الشوز بتاعك يعني؟ شوزي يعني أكلة بتبقى زي السمك. لا انت اكيد مش كلي، مش هتنضف اكلة السمك. طب بص بريبير دينر يعني حضر العشاء. ووش ديشز، ووش ديشز معناه يغسل الاطباق. كلين ماي شوز انضف الشوز بتاعي اللي هو اللي انا بلبسه في رجليا اللي هو الحذاء. الشوز اللي انا بلبسه وبربطه ده وبمشي بيه لما بكون خارج بلبسه لازم انضفه. كلين ماي شوز مش ساعات بيبقى في كده عليه داست تراب؟ فكلين ماي نضفيه ازاي؟ ايه؟ نضفيه ازاي؟ انت لبستيه كده هتنسخيه اكتر. مش بنضفه من تحت، انا بنضفه من فوق. بنسخه من تحت. اه مش بنضفه من تحت، ما خلاص هو تحت خلاص بقى كام ديرتي. انا هقعد انضفه كل شويه من تحت، لكن من فوق كده عشان يلمع شويه. لو هو مثلا كوتشي ولا حاجه المعه عشان يرجع تاني ابيض زي ما كان. ممكن اغسله على فكره لو ما يبص، ممكن اغسله. طب يعني ايه تايجي ماي روم بقى؟ يعني ايه؟ تايدي ماي روم. ايه نيوم؟ تايدي ماي روم. نيوم يعني ايه دي؟ ارتب الاوضه بتاعتي، ما تسيبهاش كده. يعني اصحى من النوم ميك ماي بيد. اوكي؟ ميك ماي بيد. طب تيجي نشوف كده اغنيه كده ايه ميك ماي بيد بيرسونال. مين عايز يسمع أغنية؟ أغنية أنا طبعا، كلنا مفيش غيري أنا.
لا كلنا على فكرة، مش انت بس، انا كمان، انا كمان بحب الاغاني. مفيش حد، احنا الثلاثة بس. احنا الثلاثة بس، وانا معاكوا كمان. انتوا عارفين انا اسمي ايه؟ انتوا عارفين انا اسمي ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي؟ اسمه ايه؟ مش عارفين اسمي، شفت بقى متعرفين على بعض. اسمي ميس إيمان. إيمان، يس ميس إيمان. هاي، أي أم ميس إيمان. اسمك تيتشر إيمان. إيه؟ لا مش إيمان، إيمان. طب كان بليز ميوت يور مايك. طب ممكن نقفل المايك لغايه ما نشوف السونج دي يحمل بس. مش بيحمل ليه؟ زعلان مننا؟ لا ما تزعلش من عمر واسيل، لا هم هيجاوبوا بعد كده، ما تزعلش منهم، زعلان منكم. مش عايز يحمل، بيقول لي مش بيساعدوكي في الكلاس. انا جاهز، لسه جاهز، جاهز للاغنيه. زعلان، انا جاهز للاغنيه، زعلان جدا منكم. انا كلمته بيقولوا لا دول هم ايه. او فين الاغنيه دي؟ اهي هديها لك اهي، بقول لك هو زعلان مش عايز يجي اهو، اقنعته بالعافيه. مين مين؟ يس كده بيعلق ليه ده؟ علام اللي عندك. يعني الوقت التنظيف الترتيب، تجي اب يعني تنظف وترتب، تجي اب ترتب. وقفت. عارفين بيقول ايه؟ لما انا برسم books, put the books away. Crayons, put the crayons away. It's time to clean up. Plates, put the plates away. Cups, put the cups away. Snacks, put the snacks away. It's time to tidy up. Every time it's time to go, there is one thing you should know. It's time to clean up. Time to tidy up. Oh, you're ready to walk your way. There is one thing you should say. It's time to clean up. Time to tidy up. I like to build and when I'm done. It's time to clean up. I like to glue and when I'm done. It's time to tidy up. I like to cut and when I'm done. It's time to clean up. I like to cook and when I'm done. It's time to tidy up. Blocks, put the blocks away. Glue, put the glue away. Sheets, put the sheets away. It's time to clean up. Scissors, put the scissors away. Pots, put the pots away. Pans, put the pans away. It's time to tidy up. Every time it's time to go, there is one thing you should know. It's time to clean up. Time to tidy up.
Before you're ready to walk your way, there is one thing you should say. It's time to clean up. Time to tidy up. شفتوا بقى؟ شطار خالص هما، هما كانوا بيعملوا ايه؟ التشيكن دي كانت بتعمل ايه؟ مين يقول لي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ بينظف كلين اب يعني ايه؟ كلين اب يعني ايه؟ بينظف بينظفوا اه، كان بيقول لك كل مره تقعد تعمل فيها حاجه يو هاف تو كلين اب اور تايدي اب. لما اروح ارسم لازم بعد ما ارسم اشيل الحاجه بتاعتي مكانها وانظف. لما ريد، لما اقرا، لما استخدم السيزر المقص، عشان انا طبعا هفضل ايه اقص كتير، ففي حاجات هتطلع من القص، فلازم اعمل كلين اب، انظف مكاني. لما استخدم الجلو لازم انظف مكاني. كل مره بعمل فيها حاجه لازم تايم تو تايدي اب، لازم اعمل ايه؟ لازم انظف. دي ايه دي؟ responsibilities. دي ايه دي؟ دي ايه دي اسمها ايه دي؟ ها؟ ها أسيل اسمها ايه؟ أسيل اسمها ايه دي؟ ال responsibilities اسمها ايه؟ responsibilities responsibilities excellent اسمها ايه؟ responsibilities responsibilities اه responsibilities يعني مسؤولية. يعني ايه مسؤولية؟ حاجة لازم أعملها أنا لوحدي، لازم أعملها محدش يساعدني فيها. تمام؟ أنا قلت المرة اللي فاتت بس عمر ما كانش معانا. عمر أنت مسؤوليتك تعمل إيه؟ study your homework بس، وتساعد مامي شوية تيجي your room. لكن أنت مش مسؤول إن أنت تروح تشتغل، صح ولا إيه؟ ها؟ صح. responsibility نحن نشتغل صح. إيه؟ نحن نشتغل صح. نحن نشتغل صح؟ لا انت مش بتشتغل يا عمر، انت وظيفتك ان انت تذاكر. صح ولا ايه؟ صح ايه؟ اه ولا انت مهم ان انت تروح الشغل وتجيب اكل من بره؟ غلط. اه اوكي، خلينا نكتب responsibilities بس. respond شايفين بتتكتب ازاي؟ respond يعني مسؤولية. هل هي كبيرة زي المسؤولية ما كبيرة بالظبط؟ ده وانا في مصر بروح اشتري حاجات ارجع تاني سليم سليم سليم. ترجع تاني فين؟ سليم في حد الكبير سليم. طب ماشي رجع سليم. طيب mute your mic please عشان انا عايزة اسأل اقول لك. طب جاوبني على دي اسيل، لو مش بتتكلمي mute your mic عشان النفس بتاعك بيطلع في المايك. اوكي، اي حد كده بيتنفس المايك بيطلع فيه عشان يبقى قريب. ساعات انت وساعات عمر. اوكي اسيل، يعني ايه بريبير دينر؟ خلاص افتحي المايك عشان تجاوب. اوبن يور مايك، لما اسالك اوبن يور مايك. يعني ايه بريبير دينر؟ يعني ايه بريبير دينر يا جماعه؟ يعني ايه يحضر الايه؟ يحضر العشاء. اكسلنت العشاء. عمر يور تيرن. يعني ايه واش ديشز؟ يعني ايه واش ديشز عمر؟ يعني ايه واش ديشز عمر؟ استشر. يعني ايه واش ديشز؟ بيعمل ايه يعني؟ بعملها بسرعة. يعني قول بسرعة. هو ايه اللي انا ما سمعتهاش؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا انا بقول يس تيشر. اوكي ما انا عارفه بسرعه بقى. اوكي ماشي معاك. I can hear you يا عمر بس I wanted to know what it mean by wash dishes. عايز اعرف معنى كلمه wash dishes in Arabic. يعني بغسل الاطباق. بغسل الاطباق. اكسلنت. اسيل يور تيرن. يلا يا سيل، يعني ايه clean my shoes؟ سيل سيل
ايه ده اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ Can you hear me? ثلاثة انتوا معايا اهو. أسيل open your mic. اوكي يعني ايه clean my shoes؟ أنا في حذائي. Yes, Omar, your turn. Yes, teacher. Yes, teacher. I'm going to yes now. Okay, tidy my room. Tidy my room. Yep. And I'm going to No, my room. My room. عرفت. إيه؟ عرفتها. إيه؟ حنا. إيه؟ أكيد أنت سامع عمر؟ My room. Ah, my room. Tidy my room. You don't know? Okay. ولا أرتب أوضة النوم. You don't know ولا أرتب أوضة النوم أنا مستمعاك. بيرتب الأوضة. يرتب الغرفة بتاعته. ما هو لسه كانت بتقول في الأغنية tidy up and clean my room. You wanted to hear the song? هحطها لك عشان تسمعها تاني. تمام هي كانت قاعدة بتقول tidy up my room و tidy up بترتب المكان اللي هي كانت فيه. اوكي طيب يا جماعة الماميز معايا ماما الماميز معايا مهات الماميز معايا ايوه مع حضرتك ماما تامر معايا صح؟ اسيب مامتك معاكي؟ اسيب حاضر سامي لا مامي مش معاكي؟ لا طيب طيب بصوا يا جماعه ان كده كده الورق البيبر دي كده احنا هبعتها على الجروب تمام ده هيبقى الورك بتاعهم احنا عايزين بس ايه يقوا شويه في الانجليش تمام هبعت السونج عشان يسمعوها وهبعت البيبر دي اللي هي الوايت بيبر دي انا عايزاهم يكتبوا الوايت بيبر دي عايزاهم يكتبوا البيجست نمبر ويختاروا ان هي 10 يكتبوها تاني حتى تمام عشان بعد مثلا كذا حصه كده كذا قسم بناخده بعمل لهم امتحان هم ليه يكتبوا في الانجليش لان هم دلوقتي جريد 2 انا عندي جريد 1 يقرا حلو جدا ما فعلا في القرايه يعني متاخرين شويه مش عارفه ايه اوكي احنا بناخد بقى ايه انا هحاول اديهم جمل صغننه جمل صغيره كده هو انا الديسكفر ده مش الانجليش مش ده الكونكتر الدراسه بتاعهم بس ده هيساعدهم ان هم يقوموا شويه مع الاكتيفيتي يعني دي مثلا تتكتب مره ولا حاجه ممكن بالكالرز زي ما انا عامله كده تمام حاجه بسيطه خالص وصغيره عشان خاطر يقدروا يقوا شويه والحاجه تتقال لهم عربي وانجليش ما ينفعش اقول بريبير دينر وهو حفظها كده بس هو مش عارف ايه تمام 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 ان شاء الله تمام اوكي تمام تمام ان شاء الله ان شاء الله خلاص حضرتك بعتيها ويكتبوها في الكشكول باذن الله تمام ولو يعرفوا كمان يسجلوها بصوتهم يبقى افضل يعني دول اربع جمل صغننين جدا الاربع جمل يلا بينا يلا بينا ريبيت افتر مي Prepare dinner. Omar, Asim. Repeat after me. Prepare dinner. Bear dinner. Bear dinner. Prepare dinner. Bear dinner.